طيب دكتور بن يحيى، نتحدث الآن عن سوريا. الوضع مختلف تماما، يعني اقتصاد متهالك، أوضاع أمنية غير مستقرة. كيف ستسير الأمور في سوريا فيما يخص إعادة الإعمار؟ بالنسبة لسوريا، بالطبع سوريا بكل صراحة هي عكس تركيا. يعني سوريا كانت فيها حرب مدمرة ل 12 سنة، كانت فيها عقوبات، يعني آخر عقوبات هي عقوبات قيصر اللي سلطتها الولايات المتحدة الأمريكية على سوريا. حالة ما ننساوش أنه كثير من رجال الأعمال كانت هي القاعدة الأساسية النسيج الصناعي السوري، وكذلك بالنسبه كثير حتى بالنسبه لمنطقه شرق اسيا، خاصه بالنسبه للنسيج والصناعات الصغيره المتوسطه. اذا فكثير من الشركات نقل من سوريا نحو تركيا، نحو مصر، نحو دول اخرى. اعاده الاعمار في سوريا راح تكون صعبه نوعا ما، يعني حتى ربما توقف كليا هذه المشاكل. وكذلك سوريا تدخل، يعني ترفع عليها العقوبات، والإعمار في سوريا ربما راح يتطلب وقت أكبر من تركيا. ولكن على الدول العربية، يعني على الجامعة العربية ككل، أنها تدعم سوريا، وخاصة كذلك الدول الأخرى اللي راهي حليف سوريا مثل روسيا وكذلك الصين، لابد أنه يدعموا سوريا، لأنه حتى البنية التحتية ربما يعني حالة انهارت أو دمرت قبل الزلزال، لانه كان في حرب اهليه يعني مدمره بين الفصائل الموجوده في الارض السوريه. لكن الان ربما في تحسن يعني تدريجي الوضعيه الامنيه في سوريا، لكن اعاده الاعمار في سوريا تتطلب ملايين الدولارات، يعني مش حاله موحده، لكن كل المناطق السوريه التي انضرت لهذا الامر. لكن اذا تكلمنا عن الزلزال فممكن ان يكون فيها اعانات دوليه، و نقول بكل صراحة الجمهورية العربية السورية ما عندهاش إمكانيات لإعادة الإعمار، يعني الوضعية تاعها كارثية، وكذلك أنه الليرة السورية منهارة جدا، يعني مقابل الدولار والأورو الأوروبي، الدولار الأمريكي والأورو الأوروبي. إذا فمن المستحيل أنها تقدر تبني نفسها بنفسها في الوقت الحالي إذا ما كان شوية إعانات، أو ربما نقدر نقول أموال خارجية أو خليجية في الوقت الراهن.